السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ النهارده هناخد سامري ملخص عن الدرس اللي خدناه المرة اللي فاتت اللي هو النيرفس سيستم. طيب تعالوا كده نتكلم. النيرفس سيستم ان مامالز كونسيست اوف بيتكون من ايه؟ طبعا مامالز اللي هي الثدييات اللي هي بتولد جيف بيرث. طب هو بيتكون من ثلاث حاجات: البرين المخ زي ما احنا شايفين، ونازل منه السباينال كورد العمود الحبل الشوكي او النخاع الشوكي، والنيرفس الاعصاب اللي هي الشرط اللي يمين وشمال ديت. يبقى برين سباينال كورد نيرفس. تعالوا نمسك اول حاجه البرين. البرين هو اهم جزء لان هو المين كنترول سنتر اوف ذا بودي، هو مركز التحكم الاساسي. والسباينال كورد ده موجود في الباك بون في العمود الفقري، وده بيشيل المسج الرسائل من البرين يوديها للبادي او للنيرفس يعني للاعضاء. طب والنيرفس دي بتشيل الرسائل من البرين توديها للسباينال وبعدين توديها للبادي، يعني هي اللي بتودي من السباينال للبادي او من البرين للبادي. طيب ملاحظات ملحوظه كده، بيقول ان النيرفس الاعصاب ترانسميت انفورميشن فروم سنسوري اورجان، من السنسوري اورجان للبرين. في شكل ايه الرسائل اللي بتمشي من البرين للسباينال كورد للنيرفس او العكس؟ الرسائل دي بتبقى رسائل في شكل الكتريك امبالسز، الكتريكال امبالسز. طيب في بقى حاجات organs بتبقى النيرفس فيها متوصله دايركتلي لحد البرين، ما بتعديش يعني على السباينال كورد، زي النيرفس الاعصاب بتاعت الايز وبتاعت الهارت، ديت متوصله دايركتلي للبرين ما بتعديش على السباينال كورد اللي احنا كنا مسمينه نائب المدير المساعد بتاع المدير. طيب ذا فايف سنسوري اورجان، دي كلمه فايف سنسوري اورجان اللي هي الايز والايرز والنوز والتانج والسكن، بتحتوي على سبيشال تايب اوف نيرفس. سبيشال تايب اوف نيرفس انواع معينه من الاعصاب مخصصه من الاعصاب اسمها السنسوري ريسبتور. فلما يجي يقول لي ايه هي السنسوري ريسبتور، هقول له زي ار نيرفس، هي الاعصاب اللي موجوده في الفايف سنسوري اورجان زي الايز الايرز النوز التانج السكن. طيب كلام جميل. جينا بعد كده اتكلمنا، كان في الجزئيه دي حليناها مع بعضينا، وبعد كده الفانكشن اوف نيرفس سيستم، وظيفه النيرفس سيستم. النيرفس سيستم اول حاجه بتستخدم في كولكتنج انفورميشن، جمع المعلومات اباوت وات هابن، عن اللي بيحصل او اللي حصل. يعني انا ماشي في الشارع مثلا شميت ريحه بيتزا يبقى سمالينج بيتزا، اول حاجه هو كولكت انفورميشن، هو اللي جمع المعلومات. تاني حاجه اندرستاند وات ذس انفورميشن مينز، هو اللي خلاني افهم واستوعب ان دي ريحه بيتزا، ايماجين بيتزا، وتخيل كمان ان شكل البيتزا ساعتها. تالت حاجه سند مسج، بيبعت رسائل الكتريك امبالسز للبادي يقول له تيلينج ات وات تو دو، يعني مثلا اروح اشتري بيتزا مثلا اقول لماما وبابا يجيبوا لنا بيتزا او يشتروها او ما افكرش فيها لو انا ما بحبهاش قوي. يبقى هو اللي بيعمل التلات حاجات ديت: كولكت انفورميشن، اندرستاند، وسند مسج. طيب هنتكلم شويه عن الايجيبشن جيربوا اللي هو اليربوع المصري. اول حاجه اتس رودنت، هو من الرودنت القوارض، وعنده لارج ايرز، ودان كبيره، واللارج ايرز بتخلي عنده شارب سنس اوف هيرنج، حاسه السمع بتاعته قويه. سمول ايز، لونج هاند ليجز، الارجل بتاعته ورا كبيره طويله. طب جيف ريزون ليه؟ تو جامب لونج ديستنسز، عشان ينط مسافات كبيره جدا. الفيت والتوز عندهم هيرز، شعر. طب ليه؟ عشان يساعده ان هو جامب ان زجزاج ويز او زجزاج باس، ينط كده يمين شمال يمين شمال يمين شمال زجزاج. في حاجه اسمها رياكشن تايم. الرياكشن تايم هو التايم اللي الاورجانيزم بادي رياكت، بيتفاعل مع المحفزات والمواقف اللي بتحصل حواليه. هو التايم اللي احنا بناخده علشان نتفاعل مع الديفرنت ستيمولاي، المحفزات اللي حوالينا اراوند ات. يعني مثلا فور اكزامبل وين جيربوا هيرينج سنيك، لما الجيربوا بيسمع السنيك بيسمع ان في تعبان حواليه، it jump quickly in less than one second، بينط في اقل من 1 second. What happen when جيربوا feeling danger، لما الجيربوا feeling danger it will jump quickly، هينط بسرعه جدا in zigzag way. طيب بعد كده شويه ملاحظات بسيطه جدا، ان reaction time differ، بيختلف based on السنسز، حسب الحاسه اللي احنا بنستخدمها. يعني مثلا اكزامبل السايت البصر كاتش ثينجز، بيمسك الحاجات faster than، اسرع من الهيرنج السمع.
دي عملناها كده التجربة ديت، وجبنا واحد زميلنا وخليناه يشوف لو هيمسك، لو هو شايف وهو بيسمع. لقينا ان هو شايف الحاجة بيمسكها فاستر، اسرع منه، انما لو هو بيسمعها بتقع منه. طيب النيرفس سيستم كولكت، في هنا كلمة اسمها كولكت، بتجمع يعني كولكت انفورميشن from sensory organ، من السنسوري اورجان، وتوصلها للبرين. ليه؟ لان البرين هو اللي بيعملها بروسيد، هو اللي بيتعامل معاها بقى، هو اللي فاهمها لي. في عندنا حيوان اسمه الايجيبشن مونجوز، الايجيبشن مونجوز اللي هو دوت النمس المصري ده، ده ميك ساوندز، بيعمل اصوات لاذر مونجوز. ليه؟ عشان موف، يتحركوا وفايند فود ويلاقوا الطعام. الجزئيه دي حليناها مع بعض. دي الكلمات بتاعتنا. ريفلكس اكشن، ريفلكس اكشن، نيرفس سيستم، نيرفس سيستم، باك بون، باك بون، سباينال كورد، سباينال كورد، سنت، سنت، زيجزاج واي، زيجزاج واي، رودنت، رودنت، ايكولوكيشن، ايكولوكيشن، سنسوري اورجان، سنسوري اورجان، سايت، اي سايت، اي سايت، رياكشن تايم، رياكشن تايم، ايجيبشن مونجوز، ايجيبشن مونجوز. ده الدرس. كان في واجب كده سيبناه، تعالوا كده نشوف اجزاء منه. كان الدرس اللي قبل اللي فات ده الهوم ورك الوحيد اللي كنا سايبينه، كان تقريبا وقت الامتحان بتاعنا فسيبناه وقلنا هنعلمه بعد كده مع بعضينا. كده بيقول لي السلامندر والفيش كان بريز ان اير ثرو لانجز، السلامندر والفيش بيتنفسوا الهواء من اللانجز. طبعا غلط، لان الفيش ما عندهاش لانجز. الامفيبيانز انكلود فروجز وسلامندر، الامفيبيانز زي الفروجز والسلامندر، تمام صح، الفروجز والسلامندر والتودز. clear water are very important for breathing process in amphibian، يعني المياه لما تبقى clean water و air ده مهم جدا عشان تنفس صح. you have to advise people to avoid throwing wastes in water ways to save amphibian life، لازم اعمل advice، انصح ال people ان احنا ما نرميش، نتجنب avoid يعني نتجنب throwing wastes في ال water عشان نحافظ على ال amphibian life. true human breathe using gills while fish breathe using lung، يعني الهيومن لما بيتنفس بيستخدم الجيلز، انما الفيش لما بتتنفس بتستخدم اللنج. طبعا فولس، العكس. نمبر 6 صح وغلط، احنا بنتكلم في البيت تقريبا نمبر 9 او 10 عندكم. ال pollution is one of the most dangerous problems that affect all living organisms، ال pollution من اخطر الحاجات اللي بتأثر على كل ال living organisms. true human can restore ecosystem، ممكن يعيد بناء الايكوسيستم. true when an ecosystem is changed slowly، لما الايكوسيستم بتتغير ببطء. many organisms may die or even become extinct، لا غلط، ما دام ببطء بيلحقوا يادابت، بيبقى عندهم chance to adapt، انما لو التغيير بيحصل fast سريع زي ما بنحرق مثلا احنا بسرعه في الغابات، لا ساعتها بقى يحصل لهم die or extinct. الاورجانيزمز هاف نو تشانس تو ادابت، ما عندهمش فرصه ان هم يتاقلموا. اف ذس انفايرمنتال تشينجز رابيدلي، ترو، لو حصل تغييرات بسرعه. هيومن نيدز كلين ووتر تو درينك اند فيش نيد كلين اير تو بريذ، طبعا غلط، الانسان محتاج كلين ووتر تمام، بس الفيش مش محتاجه كلين اير. كومبليت، اول سؤال في كومبليت بيقول لي هيومن، اكبر شويه، هيومن يوز لانج to breathe while fish use a gills. الجيلز of fish are considered، الجيلز دي تعتبر a adaptation، هو في نوعين من الادابتيشن، يا اما structural adaptation يا اما behavioral adaptation. الجيلز بتعتبر structural، ده تكويني. human activities بيسبب pollution of air water and soil، يعني نشاطات الانسان بتعمل تلوث للاير والووتر وللسويل كمان. amphibian breathe oxygen from air، بيتنفسوا الاكسجين من الهواء عن طريق السكن، من الجلد بتاعهم، وبيتنفسوا من الميه الووتر عن طريق I'm sorry الـ هنا العكس sorry الاير يبقى اللنج زينا بالظبط، الاير لنج، انما من الميه دي اللي بنسميها السكن. طيب all living organisms breathe oxygen gas and gets a gas as waste product، كل living organisms بتتنفس الاكسجين gas و gets a gas يعني بتطلع a gas كأنه waste، طبعا الكربون دايوكسيد، كربون داي اوكسيد. طيب
يجي حد يقول لي طب البلانتس، لا البلانتس لما بياخد الكربون دايوكسيد وطلع اكسجين ده مش ما اسمهاش بريز، ده ما اسمهوش تنفس، ده اسمها فوتوسينثيسيس، حاجه لسه هنعرفها بعد كده بالتفصيل. Pollution of A and A may cause big problems on amphibian survival. بتأثر على الامفيبيانز. طبعا pollution بتاع الاير لان هم بيتنفسوا من الهواء عادي، والبوليوشن بتاع الووتر بيتنفسوا من الميه اللي هي عن طريق اللانجس وعن طريق السكن. Human وamphibians living organisms need A and A to get energy. بنحتاج ايه وايه عشان نحصل على الانرجي؟ طبعا احنا بنحتاج اول حاجه الاكسجين الاير، ده اساسي، وبنحتاج كمان الفود الطعام. طيب pole shark and the fish breathe through. البول شارك والفيش بيتنفسوا عن طريق الجيلز. While السلامندر الامفيبيان can respire through، بيتنفس من حاجتين بقى، اللي هو بيتنفس يا اما عن طريق السكن لو كان في الميه، يا اما عن طريق اللنج لو كان في الاير. ماتش النوز هو البالون لايك ساك، طبعا لا شبه البالونه ولا بياخد. هو الكونتراكت اند موف داون during، لا طبعا. هو التيوبز ذات الاو اير تو باس، لا برضو اللي نوز. هو الفيرست اورجان ان ريسبيراتوري، اه صح، يبقى هنعمل هنا اف، مش عايز حد يوصل توصيل كده، لا نكتب حروف. طب التراكيه هو البانل لايك ساك فيلد ويز اير، لا طبعا. هو الكونتراكت اند موف داون، لا برضو. هو التيوب ذات الاو اير تو باس داون بتوين نوز اند لانجز، اه هو ده، يبقى سي. اللانجز panel like sac filled with air and very important for respiration، حاجة شبه البالونة كده بتتملي هواء ومهمة للتنفس، اه تنفع. A diaphragm طبعا مفيش غيرها بس نأكد برضو، ده اللي بيحصل له contract to move down during inhalation. B اوكي طيب نكمل كده. في model exam أول سؤال بيقول لي A burrow is an excellent place for the phoenix fox to stay A during the day. البوروز الجحور ده اختيار excellent عشان الفينيك فوكس يفضل A في during the day. هو الفينيك فوكس كان بيعيش فين؟ الفينيك فوكس لو نتجر كده كان بيعيش في الديزرت، غير الاركتيك فوكس اللي كان بيعيش في الكولد. طب الفينيك فوكس عايز يحافظ على جسمه ايه عشان كده بيستخبى سوري كول، يحافظ على جسمه كول cool، ما يبقاش جسمه سخن، لا يبقى جسمه بارد شويه. during exhalation الدايافرام بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها expand، صح، اللي احنا كنا بنسميها relax يعني and move up. السافانا is a grassland habitat with a temperature mild temperature، mild temperature درجات حرارة متوسطة. the space in the gills of fish carry oxygen، ايه اللي موجود في الجلز؟ البلاد فيزل، صح. كبر شويه طيب عشان نكتب البلاد فيزلز. give reason ليه الستارد اجاما ليزرد، ليه الاجاما ليزرد والجولدن فروج are two different species، يعني ليه ده وده يعتبروا مختلفين مع انهم يعتبر شكلهم قريب شويه، دي ليزرد سحليه وده فروج. بصوا الليزرد ام سوري او الستارد اجما، ام سوري نتكلم اول ستارد اجما. الستارد اجما فروم دي تعتبر من الريبتايلز، من الزواحف. اتس فروم ريبتايلز، اقول كده بيكوز اتس فروم ريبتايلز. وايل او بات فروج از فروم، انما الفروج من الامفيبيانز. هو عايز ده منين وده منين؟ الليزرد السحليه او الكاميليون الحربيه دولت من الزواحف الريبتايلز، انما الفروج من الامفيبيانز. طيب هو بيقول لي عرفني اذا كان structural adaptation بتحط اس او behavioral adaptation بتحط بي. طيب بول شارك كان هانت ان سولت ووتر اند ان فريش ووتر، بيعرف يصطاد في السولت ووتر وفي الفريش ووتر، ده behavior adaptation، ده سلوك، هو بيعرف يصطاد هنا وهنا او الصبح وبالليل، ده سلوك. البلاك بير هاف دارك فير، لا ده ستراكشرال، مولود كده ومخلوق كده. اكيشي تري يوز ويند تو سند مسجز، بتستخدم الرياح عشان تطلع مسجز، ده بيهافيورال ادابتيشن. البلاد فيزلز ان ذا بينجوين فيت، ده ستراكشرال ادابتيشن. وات هابن، ايه اللي يحصل if one of the organ of digestive system is absent؟ السؤال ده خدناه بالظبط
يحصل ايه لو في اورجن من الاورجنز ما بقاش موجود بتاع الدايجستيف سيستم. هقول كده ذا دايجستيف سيستم كانت ورك بروبرلي، مش هيشتغل بطريقه ايه صحيحه. طيب ده ماتش، بس عايزين نركز فيه لان انا هختار من الاي للبي وبعدين للسي. طيب اول حاجه الاي اللي هي الليزرد، هي الليزرد بتعيش فين؟ بتعيش في الديزرت الصحراء، يبقى هنختار بي دي بتعيش فين. طيب وتيك اكسجين فروم اير اونلي، بتاخد يعني الاكسجين من الهواء فقط اللي هي اي. طب الفش السمكه، اعتقد السمكه معروف في الميه فقط سي. طيب هي بتاخد الاكسجين من الميه فقط، السمكه بتعيش في الميه فقط، تيك اكسجين فروم ووتر اونلي بي. طب الفروج، لا ثانيه، الفروج اللي هو الامفيبيانز ده بيعيش في الاثنين اللاند والووتر، يعني ايه هنختار هنا ايه، وبياخد الاكسجين من الاير او من الووتر يعني سي. فهمتوا؟ يعني انا بختار من الاي، اختار لها اللي يناسبها في بي وبعد كده اشوف اللي يناسبها في سي. اوكي اخر صفحه بيقول لي ليتل اير ساك، ساكس يعني اكياس صغيره، سراوند باي بلاد فيزلز، موجودة في الريسبيراتوري سيستم. فاكرين لما كنت بقول تايني اير ساكس، اكياس هواء اللي هي كنا بنسميها عنب، حاجات صغنونة خالص موجودة دي، اسمها ايه؟ الفيولاي. الفيولاي، طب ودي موجودة فين الالفيولاي؟ دي موجودة في اللنج. تمام، لو تفتكروا كده كان اللنجز كده اهو، وكان فيه هنا حاجات كتيرة قوي قوي برونكيولس ديت، وهنا الفيولاي هي الاكياس اللي احنا كنا بنقول عليها شبه العنب ديت، هي دي الالفيولاي. فانا هكتب الفيولاي بس، مش انا بقول بس هي موجوده فين في اللنج، دي معلومه زياده. An animal change its fur color between winter and summer، في انيمال بيغير لونه من الوينتر للسمر. ده مين دوت؟ فاكرين الفوكس اللي كان بيعمل كده، مين؟ الفينيك فوكس ولا الاركتيك فوكس؟ ايوه الاركتيك فوكس، في الوينتر تلاقيه ابيض، في السمر تلاقيه تان كده او يلو. choose the stomach has an acid that help in، الاستومك فيها اسيد بتعمل ايه؟ crushing of food، digestion of food، absorption of digested food quickly، absorption of water from undigested food. crushing food ده التيس، دي السنين دي بيقول عليها سنين، اما بتعمل digestion of food هضم الطعام، الاسيد بيسيح بيهضم غير crushing. طيب water lily has white floating leaves to a، الووتر ليلي اللي عنده وايد ليفز او فلوتنج ليفز، بريفنت ذا لوز اوف ووتر عشان يمنع خساره الميه، لا عشان ريزيست الووتر، لا برضه مالوش علاقه ده عايش في الميه اصلا، ابسورب لارج اماونت اوف سان لايت، ايوه عنده كميه كبيره، ام سوري ام سوري، عنده وايد يعني عريض وكبير كده، ليه بقى؟ وتلاقي الضفدع كمان عايش عليه في الميه ليه؟ علشان absorb large amount of water، I'm sorry sunlight. All the following living organisms live in desert except، كل ده بيعيش في الديزرت ما عدا البالم في الديزرت. الباين، لا الباين الصنوبر. لو تفتكروا كده الباين كان اللي هو شجر الصنوبر بتاع كريسمس دوت. طب دوت ده بيعيش في السنو. طيب الليزرد في الديزرت برضه، الفينيك فوكس في الديزرت، يبقى كلهم في الديزرت ما عدا مين؟ اكسبت. هو بيقول لي اكسبت، ركز في كلمه اكسبت، ناس كتير ما بتركزش فيها. Amphibians absorb oxygen directly from water by air. الامفيبيان بتاخد الاكسجين من الميه عن طريق ايه؟ السكن. يجي يقول لي جيلز، لا الجيلز دي بتاعت الفيش فقط. اللنج بتاعتنا وبتاعت الامفيبيان بس في الهواء في الاير مش في الوتر. Correct. الجيلز are unique behavioral adaptation. طب بيقول لي behavioral غلط، لان الجيلز مش behavior، امال ايه؟ structural adaptation. السمول انتستين لونج ماسكولار تيوب that moves food down into stomach، هو بيقول لي long muscular tube، مش اي long small، لا بيقول لي long muscular tube بتخلي الموف ينزل يروح للستومك. يعني ايه قبل الاستومك؟ مين اللي قبل الاستومك؟ الاسوفيجس. ماشي وشكرا لحضراتكم، احنا كده خلصنا الهوم وورك القديم مع كمان الموديل اكزام اللي كان موجود في النوت المذكره، وكمان على فكره كان موجود في المعاصر. بالتوفيق، وعايزكم تشدوا حيلكم حبايبي، وان شاء الله تقفلوا كمان في الامتحان الشامل الجاي باذن الله، وامتحان الشهر الجاي كمان باذن الله.